العصر الذي يسود فيه التعلم عبر الإنترنت، طورت مدارس الإيمان مسارها التعليمي لدمج التكنولوجيا بسلاسة في المناهج الدراسية وتوفير عملية تعليمية مثلى لطلابنا. The H1 Online Learning takes over. Al-Iman private schools are continuously developing their educational trail to integrate technology seamlessly into the curriculum in order to provide the optimal learning process for our students. السلام عليكم، أنا ياسر محمد، أحد طلاب مدارس النمان الخاصة، عندي 11 سنة في الصف السادس الابتدائي. هنا بعمل نشاط مكون من الفوم والسكوتش والمغناطيسات. ده بيتكون منه سمك عشان ممكن يتلعب بيه وممكن نفهم بيه ضمائر الفاعل وإيه اللي بيجي معاهم، اللي هما الفيرب تو بي وضمائر الفاعل. هنا بنشوف ايه ضمير الفاعل، كل ضمير فاعل في دول بيجي مع انهي فيرب تو بي في دول. مثلا زي بيجي معاها بيجي معاها، يبقى زي يو بيجي معاها برضو، وي بيجي معاها واي الوحيدة اللي بيجي معاها من هم عاملينها كده، وهي وشي وات معروف، هي بيجي معاها هي از، شي بيجي معاها شي از، وات بيجي معاها ات از. السلام عليكم، انا ياسر محمد، هعرض لكم بقيه اعمالي في دي بقى مجسمات للتربيه الفنيه انا اللي عاملها. اول حاجه ده مجسم بيجي على شكل مقلمه، ممكن بتحط فيه الاقلام او كده، اما الجزء ده بتحط فيه البرايه او الاستيك. تاني نشاط للمجسم دي عربيه معموله، لزقتها بشريط لاصق مع كرتون ولونته بألوان فلوماستر، ده برضو سهل جدا. ودوت ده ممكن بينفع حامل الموبايل او بينفع نحط فيه صورة، يعني برواز. دي بعض الرسومات، دي اول رسمة اللي هي رسمة الكائنات البحرية او الاسماك. هنا ده حوت واسماك، وده سلطعون، ودوت الطوب اللي في البحر وأصداف. تاني رسمة دي حديقة مكونة من أشجار ونحل وفراشات ولوحة بتعلمنا إزاي نحافظ على الأزهار وشمس وسحب. تالت رسمة دي رسمة زخرفية فيها دوائر بنرسمها بالبرجل أو مسطرة فين. رابع رسمة زخرفية بس بأشكال جديدة. خامس رسمة ده سبونش بوب، ده شخصية كرتونية جميلة جدا بتعجب ناس كتير. دي برضو رسمة توم اللي بيجي في الكرتون، ودي برضو شخصية اسمها موي، دي شخصية في لعبة من الألعاب. ده جيري بس دي شكل راس جيري، ودوت موي بس في زي جديد، ودوت شكل جيري بجسمه. وشكرا.